مشاهدينا الكرام، حياكم الله معانا في حلقة جديدة من برنامج قصة قصيدة، واللي بنستذكر فيه معاكم العلوم والسوالف الأولية بما يخص القصص والقصائد اللي تخلدت في الذاكرة الأدبية والمحلية وما تحمله من معنى وجزالة في الشعر. وسالفتنا لهذا اليوم تجسد شو هي العلاقة بين اللبو وولده، وكيف الولد يكون مخاوي أبوه يتعلم منه ويأخذ وتنزرع فيه هذه المبادئ اللي يزرعها ويحاول ينميها الأبو في ولده، سواء كانت بالشعر أو بالنصح أو بالكلمة الطيبة، واللي صارت مع أحد عمالقة الشعر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو الشاعر سعيد بن راشد بن سعيد بن عتيج الهاملي، واللي يعد مدرسة في أشعاره وشخصية أدبية مؤثرة في الحركة الشعرية على مستوى المنطقة. سمعنا سالفة بن عتيج مع الشعر وبداياته وكيف كانت، وحبينا أن نوصلها لكم مشاهدينا الكرام. فيقال أن في يوم من الأيام كان بن عتيج جالس مع أبوه، وكان أبوه يخدم البدود، وحسب ما قرينا أنها حياة راشد بن سعيد اللي هو أبو الشاعر، أما أنه يعني ما كان يستهوى الشعر ولا ما كان يتمنى أن ولده يكون شاعر لسبب في نفسه، أما لأن هذا كلام ولازم يكون الكلام اللي يطرع على قدر من الأدب والحكمة، لأن تأخذ الكلمة من الرجال وتأخذ عليه أيضا. فهو جالس قال حق ولده: يا سعيد، قال لبيه، قال له: سمعت أنك تعد الشعر، يقولون العرب أنك تعد الشعر. هو فرح طبعا أنه بيوصل المعلومة هاي وبيأكدها حق أبوه، قال له: نعم يا أبويا، أنا أعد الشعر. قال له: زين، إن كانك شاعر مثل ما سمعت، هات لي قصيدة في البد. قال له: أبشر. سكت شوي سعيد ويأت أو يأ البيت هذا في ذهنه، وقال له: كوس مهبة بدي، غبا وطاور مال. وخلاف صار في القصيدة، أما هو وصل حق أبوه بداية القصيدة وتالي كملها، أما صار في القصيدة كاملة الله العالم. المهم أنه قال عقبه: من كل عدب وندي، شل أريع يفال واصبح هواها مردي، عنده شراحته بال، وانا جسدي ملتدي، حاني شرى الهلال عن وصلهم لا بدي، في سعود من الليال على بكرات ضدي، ومن الربخ ذبال نيط الغوارب مدي، حول مهيب هزال كم موردا من عدي، فيها الرمل مهتال ما أخذ شهر ومعدي، قفرا من الحوال والعنكبوت مسدي، بين اليباع واليال لو بنعطى من ودي، كانت ناول غزال بومدمع مسودي، ما زهلقه بك حال ريش النعام مسدي، على النظير أضلال والقلب وين يودي، لو تنصحه ما حال عن أسنعه ما ردي، موشي ولا عذال. هيه كملت القصيدة. اللبو تعجب مما قاله ولده، الكلام اللي قاله كلام ثقيل ورزين، فيه من الشاعرية ما لا يعد ويحصى. فدرى أبوه أنه ممكن يعني جاري شعراء الوقت اللي هو فيه، فقال له: سعيد، أنا بعلمك، أنت شاعر وأنا هم متعرض لك في القصيد، ولا بوقف في سبيل شاعريتك هذه، لكن بوصيك وصاه وحطها في بالك: الكلمة اللي تطلع يا ولدي ما ترد، عليك باحترام الناس في كلمتك، احترامك للناس هو احترام لنفسك. بن عتيج له وايد من القصائد اللي اشتهرت بين العرب وتغنوا بها مطربين الإمارات، ومن أشهرها قصيدة صاحب زقر المنادي واللي غناها الراحل جابر جاسم، وتعد من أجمل قصائد الونة. كتبها الشاعر، لها سالفة بسيطة ما بندخل في تفاصيلها، لكن هو كان يمال ويودي عرب ويجيب عرب من الساحل لين البر،
والعكس، فله محبوبة أركبته في السفينة وراحت. يوم قال صاحب زقر المنادي بخطوفة يوم السفن بتشل، غمس على الفادي بالكوفة ولا وادعه بالحل، وين قمري المجادي ما شوفه لي نوره معتزل، لي مسقني ودادي بكفوفة عله عقب النهل، اللي قبل متبادي لا حوفه إن ميحن لقذل، لولي وقف المعادي بسيوفه عن الوصل بوصل بوخمص جلادي مسفوفة عينه هدبها مضل، تلحق حالك نفادي موصوفة العين من تشهل. صاحب زقر المنادي بخطوفة يوم السفن بتشل، غمس على الفوادي بالكوفة لا وادع بالحل، وصاحب زقر المنادي بخطوفة يوم السفن بتشل، غمس على الفوادي بالكوفة لا وادع بالحل. وابن عتيج بالإضافة إلى كونه شاعر، هو أيضا له كثير من السوالف اللي تثبت أن فارس مقدام ومقاتل شجاع، وذكرت له رواية أن حلم موته في يوم من الأيام ونش مغتث من رقادة، ويعلم رفيقه بن بليد المرر يقول له أنا حلمت حلم أحلم فيه أني صوبت في صدري وقمت أتنفس من صدري، فوصاه على أخته الصغيرة، وفعلا صارت معركة وكانوا يتبادلون فيها أطلاق النار، وكان هو يثور وهو واقف ويأتي ضربة في صدره، وسبحان الله الله كتب أن يتوفى في هذه المعركة. ونختتم مع ابن عتيج في هذه القصيدة اللي دائما نسمعها من شيباننا والناس الكبار، واللي دائما يتغنوا بها ويرونها ويشلونها بصوتهم، واللي قال فيها أصبحت يا شقراية عيلا على المسراح، ولا تشوب الغاية ما من عظام، أصحاح صابت وزع شرواية من بوهد ابن الشاح، لونا بعطي هواية ما با مقام تراح، وراية هما وراية لو ما كسر لي ناح، طلبت من مولاية لا يرويني قماح، في شوفي من توايا كان البخت ما طاح، يا مستجيب ادعايه ارجو منك السماح، لا فرحت بغضايه واللي علي شحاح. اصبحت يا شقرايه عين على المسرايه، ولا تجهب على الغايه، ولا تجهب على الغايه، ما من عطايا مسحاح، أما بالنسبة لمثلنا الشعري لهذا اليوم، هو مثل أو بيت شعري متداول، يمكن بعضهم ما يوظف بنفس
ما هو مطلوب أو نفس مغزاه، لكن نحن بنوضحه عشان نعرف متى وين ينقال هذا المثل. والمثل للشاعر راشد الخضر، ويقول فيه: يوم تبغي ييت بجماري، ويوم ما تبغي تعايوبك. والمقصود طبعا في هذا البيت أنك يوم تبى تحضر عند الجميع بتحضر، وإن كانك ما تبى كل الظروف هذه ما بتستطيع إجبارك على اليية. ويستخدم البيت هذا للشخص اللي مزاجي خلينا نقول، ويقوم بأعماله على هواه. في فقرة اللغز الشعري اليوم بنجيب لكم نوع من أنواع الغطو، وقصيدة جميلة وخفيفة في فك أبياتها، وتقول: والله يا لولا مشلقين الثيابي، وخاف من يوم به حساب، وعقاب لتبع هوا نفسي وطربة شبابي، وامسي على ما راد والضاح على نياب، سميها عود بتالي جوابي، بالدرسعي وكمالة الاسم بالداب. طبعا هو هني ما وزع الشاعر الحروف على القصيدة ولا تعبنا، قال العود، والعود هن ثلاث حروف: عاء وواو ودال. فهذه ثلاث حروف لو تجلبهم بالدرسعي، العاء تطلع سين، والواء الواو تطلع ألف، والدال تطلع راء. في البيت الأخير قال: وكمالة الاسم بالداب، الداب من الهوام يعني الهاء، فلما تجمع الحروف هاي يطلع معاك اسم سارة. فهذا هو حل لغز القصيدة اللي مكتوبة بالدرسعي وسمعتوها معنا الحين. ونختم حلقتنا لهذا اليوم برائعة سعيد بن عتيج الهاملي، صاحب زقر المنادي بوصوفه: يوم السفن بتشل، بصوت الراحل جابر جاسم. ونشوفكم على خير. صاحب زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل، غمس على الفوادي بالكوف لا وداع بالحل. صاحب زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل، غمس على الفوادي بالكوف لا وداع بالحل. خمص جلادي مسفوف عينه دبها مضل، تلحج حالك نفادي مصوف العين من تشهل. بوخمص جلادي مسفوف عينه دبها مضل، تلحج حالك نفادي مصوف العين من تشهل. يا جاعد الأنهادي لا حوف ميحا لقذل، غش البصير العادي عن شوف ولاجل ما يجهل. يا جاعد الأنهادي لا حوف ميحا لقذل، غش البصير العادي عن شوف ولاجل ما يجهل.